واحدة بتقول: أنا انزعجت كثيرا بعد أن اكتشفت أن أحد أبنائي قام بسرقة شيء ما، وبتقول أن هي خايفة أن هو يتحول إلى لص في المستقبل، فتنصحوني بيه. أول حاجة، السبب في السرقة هو عدم الشعور بالأمان. طيب تعالي بقى نشوف ايه سبب في الشعور بالأمان ده. حاجات كتير قوي. واحد، المشاكل الزوجية، يعني انت وزوجك ممكن بتتخانقوا مع بعض بصوت عالي، والأب بيزعق قوي، الأم بتاخد بعضها وتمشي، المشهد ده ممكن يعمل كده. رقم 2، القسوة الزايدة، يعني انت مثلا غلط، نضرب ونزعق وننتقد ونجرح بشدة جدا ومن غير تدرج في العقاب. رقم 3، الإهمال، يعني احنا مشغولين، كل واحد في شغله وكل واحد في حياته، وانت بقى مع نفسك، انزل انت اشتري، انزل انت روح هات، ممكن حتى يبات لوحده، روح عند تيتا لوحدك، فالولد ممكن يحس بالإحساس ده. رقم 4، التذبذب في التعامل معاه. انا مودي حلو هكلمه حلو، انا مودي وحش هزعق واتخانق وممكن اصرخ على حاجات تافهة جدا. رقم 5، ان انا بفرق بينه وبين اخواته في التعاملات وفي العطاء، وحتى في ان انا بين الحب امدح اشكر، او مثلا في طفل جديد دخل في الاسرة. التفرقة ده بيعمل الغيرة، والغيرة دي بتعمل عدم احساس بالامان. رقم 6، الحرمان المبالغ فيه، الحرمان الغلط، يعني مثلا نحرمه من مصروفه، نحرمه من السندوتشات، من الادوات المدرسية، دي حاجات من المفروض ان احنا ما نحرمش منها الطفل مهما عمل. نحرمه من ايه؟ نحرمه من الحاجات الطبيعية، اللي هي الحاجات اللي الموبايلات والشيبسات والحاجات الحلوة اللي بياكلها، نحرمه منها بس مش في المدرسة. رقم 7، الحرمان العاطفي، يعني مش بنحضنه كتير، مش بنديله حب كتير، مش بنبين له ان احنا بنحبه، مش بنبين له انك انت شخص مثلا جميل احنا بنحبك، مش مفيش تعبير خالص عن المشاعر، واحنا كلنا بنحتاج ان احنا نحس ان احنا في حد بيحبنا. فتخيلي بقى لو الاب والام مش بيعبروا عن حبهم عن ابنهم، فشيء فعلا يضايق ويعني بيزعل. رقم 8، الشعور بالنقص، يعني ممكن يكون الاب والام مثلا مستواهم مثلا كويس، بس حاطينه في مدرسه مستواها اعلى من مستواهم اقتصاديا واجتماعيا. رقم 9، هو مثلا هو ممكن يكون في صفات تانية شكليا او خلقيا ممكن تكون بتنفر الناس منه، فكده الناس اللي بره مش هيسيسوه بقى، هيعملوه وحش، يعني مثلا الولد عنيف ما بيزعل بيضرب، فممكن يعملوه بطريقة برضو مش حلوة، يعني لما يحس انه مرفوض اجتماعيا يعملوا برضو عدم احساس بالامان. ورقم 10، يكون بيتاخد حاجته من غير ما حد يستأذنه، تدخلي تاخدي من الحصالة بتاعت الطفل الفلوس بتاعته من غير ما تستأذنيه من وراه، وتقولي ما هو مش عارف، ما هو مش عارف اصلا معاه كام، ما هو مش واخد باله. لا، ويكون هو واخد باله كويس قوي، او حتى شك في انك انت خدتي من وراه، فاذا خدتي منه حاجه قولي له انا خدت منك كذا وهبرجعهم لك، ويبقى في البيت في شعور بالملكيه الخاصه، يعني كل طفل ليه حاجته، وممنوع ان حد ياخد حاجه التاني من غير ما يستاذن، ولازم الطرف التاني يوافق، يعني تطلب من اختك الحاجه دي، اذا هي قالت لك لا يبقى لا. العلاج بقى، السبب الرئيسي اللي خلى الطفل ده يشعر بعدم الامان مش هي كل التصرفات دي اصلا. ازاي بقى؟ الحاجات دي مع الطفل ده اللي عنده الاضطراب ده، انما مش كل طفل اتعرض لموقف غيره او نقد او كده يعني ان هو خلاص بقى هيطلع حرامي. يعني الحكايه ايه بقى؟ الحكايه ان الطفل لما بيبقى اصلا عنده اضطراب معين هو اللي بيخليه عرضه للامراض التانيه، انه يكذب، انه يسرق، انه يعند. طب امال ايه اللي خلى الطفل ده يتاثر بالعوامل اللي انا قلتها العشرة دول؟ السبب هو انه عنده نقص في مستوى الذكاء، مش بيفهم قوي، عمليه الادراك والتحليل الطبيعيه عند البشر مش عنده بدرجه كفايه. ازاي؟ يعني ممكن يفهم حبك لابنك التاني ان انت ما مش بتحبيه، يعني طالما انت بتحب اخويا يبقى انت بتحبنيش، طالما انت شكرت في اخويا يبقى انا مش حلو، انت فاهمة؟ هو بيفهم الدنيا كده، مع ان انت ممكن تشكري فيه بس كمانك ما شكرتيش فيه في الموقف ده، فهمت الفكرة؟ فهو بيحتاج انه حد يفهمه، يعني كل ما تيجي تشكري في اخوه تقول انا بشكر فيه عشان كذا، فهمت الفكرة؟ طيب مثلا انت وبابا اتخانقتوا، الطفل العادي الطبيعي مش هيهمه على فكرة الخناقة دي، هيخش يلعب بلعبه ويخش يعمل حاجة ياكلها ولا حاجة، مش هيتأثر قوي، يعني زي ما بيجي في الافلام. يعني امال ايه؟
الطفل اللي مش سوي، اللي عنده فهم ضعيف، ادراكه ضعيف، هتلاقيه يقول ايه، ايه ده، ده هيسيبوني، ده انا السبب، ده ماما سابت البيت، ده ماما سابتني، بصي ده ماما مش هترجع تاني، طب انا هعيش لوحدي ازاي، انا كده هموت، مين هيعمل لي الاكل. بصي بيفكر ازاي، هو ده دماغه من جوه فيها افكار كده غريبه، بيحلل الامور بطريقه غريبه جدا. يعني مثلا يروح المدرسه يلاقي اصحابه لابسين لبس احسن منه، الطفل السوي يقول عادي، ما هو في ناس غنية وفي ناس أغنى، وأنا ممكن أجيب الحاجات دي بس أنا مش عايزها، أو ممكن أنا لو طلبت من أبويا حاجة هيجيبها لي، أو ممكن لو حوش وأجيبها. ده الطفل السوي، لو في حاجة عجباه في إيد صاحبه هيفكر بالطريقة دي. الطفل لما بيكون مستوى الإدراكي ضعيف، بص بيشوف الأمور إزاي، مامته وباباه بيحبوه عشان كده جابوله دي، إنما أنا وبابا وماما مش بيحبوني عشان أنا وحش، عشان كده ما جابوليش دي، هو أحسن مني لما مسك دي وانا مش عندي دي، فانا مش حلو زيه، انا مش كويس زيه. بصي تفكيره شاذ، تفكير مش منطقي، تفكير غريب. ممكن الاب والام يزعقوا لنا عادي خلاص، انما الطفل ده لما بيتزعق له، بصي بقى بيفهمها ازاي، هي بتبصي لي كده ليه، انت بتزعقي لي، انت بتكرهيني، دي بتكرهني، امي بتكرهني، انت بتعاقبيه دلوقتي عشان هو كسر حاجه، وبتقولي له قوم صلح اللي انت عملته، وهو من جواه عمال يبرر تصرفاتك دي بتبريرات غلط، هي بتحب اخويا، الله طب ايه علاقه اخوك دلوقتي، ده انت غلطت وبتتعاقب. انت فاهمه، هو ما عندوش القدره على التحليل ده، بيحللها غلط. طيب ايه بقى المطلوب في التعامل مع الطفل ده؟ ان احنا نراعي الحته دي. بمعنى ايه؟ يعني كل تصرفاتك تشرحيها، معلش هتقول الكلمة ومعها الترجمة، يعني ايه انا جبت اللعبة دي لاخوك وانا ما جبت لكش عشان انت بتزعق لي وهو مؤدب معايا، وانت لو بطلت تعمل كده وبقيت كذا انا هجيب لك زيه. بصي شرح. طيب مرة ولا مرتين؟ كتير جدا. ليه؟ او ما بيفهمش، مش بيفهم كويس، معلش هو ادراكه في الحتة دي ضعيف، محتاجين نكرر الكلام. مثلا انا اتخانقت مع بابا النهاردة، كان صوتنا عالي عشان احنا اختلفنا، وكان المفروض ان احنا ما نعملش كده، لما نختلف نتكلم براحة، احنا غلطنا، بصي احنا غلطنا ان احنا عملنا كده، معلش ان شاء الله المرة الجاية مش هنعمل كده. يعني كل تصرفاتك تبرريها بعد ما انت عاقبتيه، هو غلط، هتلاقيه دايما بيعمل مشاكل واخطاء كتير، فبيبقى شخص اساسا عامل قلق للاسره. إيه مفيش مشكله خالص ان احنا لازم نعاقبه، مش هو مش هيمنع احنا نعاقبه، احنا هنعاقبه، بس بعد العقاب هتعملي ايه؟ هتحضنيه وتحبيه ولا كاني في حاجه، يعني مش لسه غلطان، ازاي اجي احضنه؟ ما خلاص مش هتعاقب، خلصت، يتعامل زيه وزي اي واحد ما عملش غلطه، خلاص هو ده ديننا بيتعامل معانا كده، هو ربنا بيتعامل معانا كده، اللي بيقام عليه الحد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيغفر له وما بيتحسبش عليه تاني، خلاص مفيش عقوبتين لذنب واحد، هي خلاص هو غلط وكسر الحاجة دي، خدت انت منه مثلا تمنها وخلصنا، من أتلف شيء فعليه إصلاحه، انت دلقت الإزازة والمية وقعت على الأرض، نشف الأرض، خلصنا. يعني مفيش بقى نزعق ونزوت وانت مهمل وانت مش عارفة ايه، ملوش لازمة، هو لازم هو غلط يصلح الغلطة، ده مبدأنا خلاص، ونشرح له كتير انا ليه بتصرف التصرفات دي، انت ليه بتعملي كده، اشرحي دايما انا بعمل بتعملي كده ليه، حتى لو مثلا دخلتي وخدتي مثلا فلوس من بابا، اصلا انا باباك بيديني المصروف وانا بيسمح لي ان انا اعمل كده، فهميه، فهميه انت ليه دخلتي وخدتي من الدرج فلوس بابا، عشان هو سامح لي بده. ما انا بقولك انت هتقعدي تبرري تصرفاتك اللي هو بيشوفها بعينيه، هتقعدي تاكدي عليها. ايه العلاج تاني؟ محتاج انه زي ما احنا بنعلمه القرايه والكتابه، هو برضو دينه محتاجين نعلمه له، يعني محتاجين نعلمه ان ربنا سبحانه وتعالى هو القوي واقوى من بابا وماما، وان احنا لو سيبناك ربنا مش هيسيبك، وان ربنا بيراك وبيحبك ومعاك، ولما بتحتاج منه حاجه اطلبها منه، ولما تخاف قول له انا خايف يا رب اعمل ايه، يعني اعملي له صله بينه وبين ربنا، لان الصله اللي بينه وبين ربنا دي صله دائمه، انما الصله اللي بينك وبينه اللي هو ما تخافش انا معاك او انا اللي هحسسك بالامان، لا لا احنا كائنات ضعيفه زيه اصلا، وممكن ما نبقاش في اغلب الاوقات متاحين بالنسبه له، فاحنا عايزين نعمل له علاقه بينه وبين ربنا خلاص، بان احنا دايما نذكر ربنا بالخير قدامه، دايما نقول له اللي خلانا نجيب لك الحاجه الحلوه دي هو ربنا، مش بابا هو اللي جاب، ولا فلوسنا ولا تعبنا ولا شقانا ولا جرينا ولا كلفنا كله، لا هو ربنا اللي رزق ابي، وانت لما تعوز حاجه قول لربنا انا عايزها، وربنا سبحانه وتعالى هيخلي باباك ومامتك يجيبوها لك، اربطيه دايما بربنا. طيب في حاجه اسمها التربيه بالقصه،
فممكن تحكي له مثلا قصة أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي إن المشركين اللي هم أساسا بيعادوه إزاي كانوا بيتركوا عنده الأمانات، لأن هو كان بيراعي دوت وكان بيتقي الله فيهم وكان بيرجع لهم حاجتهم، وإن تغرزي جواه الاستغناء عن الناس. خلاص إزاي؟ بص في سورة الشعراء ربنا بيقول إيه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فقولي له بص الأنبياء لما كانوا بيجوا يدعوا قومهم كانوا بيقولوا إحنا مش محتاجين منكم فلوس. فشفت يا فلان إن إحنا مش بنحتاج من حد فلوس، إحنا بنحتاج من ربنا مش من الناس. برضو ممكن تحكي له قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما عفى عن سراقة اللي هو كان بيحاول ان هو يطرده عشان يقبض عليه عشان يديه للمشركين وياخد مثلا المكافأة بتاعته، لما سراقة رفض ان هو يسلم النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ودخل في الإسلام، سراقة عرض المساعدة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ قال له هذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. مين بيقول؟ سراقة بيقولها لمين؟ بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له ادي حاجتي هناك خد منها اللي انت عايزه. وانت بقى تكلمي يا ابني كده، تعال نشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه في الموقف ده. قال له لا حاجة لي فيها. فشفت يا فلان دي سنة نبينا، ان احنا ما بنبصش لحاجة الناس، ان احنا ما بنمدش ايدينا على حاجة الناس، هو اللي اداها له مش هو اللي بيسرقها هو. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا حاجة لي فيها. والرواية دي والقصة دي حققها أحمد شاكر. فده درس لينا كلنا إن إحنا ما نمدش عينينا للي في إيد الناس، ما لناش دعوة بحاجة غيرنا، وإن إحنا لما بنحتاج حاجة بنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وبنقول يا رب إحنا عايزين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. يعني إحنا بنعلم أولادنا إن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، والله سبحانه وتعالى هو اللي إدى للناس دي الحاجة دي، وانت في الاخر تيجي تاخدها؟ لا، ده لا يجوز ابدا. وعقاب السارق كذا، والسرقه دي حاجه مذمومه عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما بيحبش السارق. وتقعدي بقى تحكي له قصص وتجيبي له من الايات وتجيبي له من الاحاديث وتجيبي له من السيره، بحيث ان هو يكره فكره انه مش بس يسرق، ده كمان يمد عينيه ويشتهي حاجه مش في ايد ايه، مش في ايديه، حاجه تكون في ايد غيره. لا، ممنوع خالص ان احنا ايه نبص حتى عليها. فالأم اللي هي عندها مبتلى بالابتلاء ده تدعى ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده، ودعاء ده والله عن تجربة، يقول يا رب أنا ما بعرفش ربي، يا رب أنا عجزت عن تربية أولادي، يا رب ربهم لنت يا رب. بس فوضي الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن إحنا مش لوحدنا. يعني هو لو فكرة طب ما أنا بعمل اللي عليا، طب يا ترى عيالي يعني هيطلعوا مثاليين؟ لا مش لازم. هيطلعوا بقى هايلين بقى وما بيغلطوش؟ لا مش لازم، مش شرط، لان التربيه دي عده عوامل كتيره جدا، انا واحده من العوامل دي. لسه في اب، لسه في اخواته، لسه في الاهل، لسه في الاصحاب، لسه في المدرسه، لسه في الشارع. فكل دي كلها عوامل قد احنا نعرف ان احنا نصلحها وممكن ما نعرفش، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني انت كأم مش مطلوب منك غير بس تقولي يا رب ربهم لي واعمل ايه يا رب، والله اعلم.